اقول لنا بقى المواصفات يا ابو حميد. والله مواصفات العامل الامان اولا دي اربع عجلات هستمر، اربع عجلات عامل الثبات فيها اعلى كتير من التوك توك، اعلى بكتير طبعًا. لان من ضمن اسباب حيثيات ان التوك توك ما يرخصش انه ثلاث عجلات ما فيهوش عامل امان، هو بيشيل ارواح. مظبوط. النهارده احنا عاملين اربع عجلات عامل الثبات مختلف، صح. كقوه كمتانه، لان نيجي من ناحيه الموتور، قوه الموتور السياره 300 سي سي تبريد ميه، يعني تقريبا ضعف التوك توك، ضعفين ونصف التوك توك. لا ضعفين ازاي؟ ما هو 175 سي سي تبريد هواء. 175 تبريد هواء. هو تبريد هواء ده يفرق عن تبريد ميه في القوه؟ اه امال ايه طبعا. انا مش خريج ازهر فما اعرفش. لا لو سالت اهل الخبره هيقول لك انا مش خريج ازهر فما اعرفش. الاثريه بس اللي لو سالت اهل الخبره في حاجه في المجال ده هيقول لك ان هو ده، يعني لو عندك 175 سي سي تبريد هواء وفي 175 سي سي زيهم تبريد ميه هي ضعفه. يعني لو هواء وميه دي 175 تبريد سي سي هواء ودي ميه، فالميه اقوى اقوى ضعفه على طول. حلو. ده 300 سي سي تبريد ميه. يعني 300 سي سي فضعف الكذا، وعشان ميه يبقى ضعفين. ضعفين ونص. تمام. كفاءته. كويس. من ناحيه قوه الشاسيه فاقوى منه بكتير، لان الخواجه اللي صدر لنا الفكره عاملها بعامل التوك توك بفكره ان هو ما يدومش معاك من خمس ست سنين عمره افتراضي ويتلاشى بعد كده، ده فكر بيزنس عشان تخليك تشتري تاني. دايره تشتغل. صح. ما تفصلش. الدايره شغاله ما تقعدش. ده عمره الافتراضي اطول العربيه. عمره مثلا عمره من 20 ل 30 سنه. ياه. ايوه. بسم الله ما شاء الله.